من السنة أن الإنسان إذا صعد ارتفع على المرتفعات، عندما تصعد الجبل تكبر، تقول الله أكبر. لماذا؟ حتى لا تتعاظم في نفسك، حتى لا تتكبر عندما تصعد ترتفع، حتى لا تتكبر، تتذكر عظمة الله سبحانه وتقول الله أكبر. وعندما تنزل يعني في وادي في النزول تسبح الله، تقول سبحان الله، تنزه الله سبحانه وتعالى عن السفول. نعم نعم نبدأ جن شهد كان تيريب ركن لين تيريب ينتظر تقول ها سبحان الله لأن الله سبحانه وتعالى له العلو، فالله سبحانه وتعالى مستوي استواء يليق بجلالته وعظمته سبحانه وتعالى فوق السبع سماوات. الله سبحانه وتعالى لا يمكن يكون الله سبحانه وتعالى في كل مكان. جمن آتها الله سبحانه وتعالى نقرب تيغن لاي من لاي. نعم،